ورد قول السامع للمؤذن هذا الدعاء: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبإسلام دينا، بل هذا بعد الأذان مباشرة. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإجابة المؤذن في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل وسلم. ثم سلوا الله الوسيلة فإنها منزلة الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون له. فمن سأل الله الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي حديث جابر بن عبد الله عند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعده مقام محمد يعد، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري الصحيح. بعض الناس قد يزيد فيها والدرجة الرفيعة، وهذا لا أصل لها، ليست في الرواية. قد توجد بعض الكتب الدرجة الرفيعة وهي لا أصل لها، ليست في الرواية، والدرجة الرفيعة هي الوسيلة. الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، وهو تفسر لها. والحديث ما فيه الوسيلة، الوسيلة والفضيلة، وليس بهذه الزيادة الدرجة الرفيعة كما قد تقع في ألسنة بعض الناس أو في كتابة بعض الناس. فالسنة أن يقول هكذا، ويقول عند الشهادتين، أنه يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يقول المجيب مثله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ويقول عند هذا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام عند الشهادة. روى مسلم في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأنا أشهد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنب. وفي لفظ قال عندما يقول عندما يسمع الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول، يقول عند ذلك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفرت له ذنوبه، أو قال غفر له ذنبه. فهذا يدل على أنه يستحب عند الشهادتين أن يقول هذا الكلام: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، عند الشهادتين. يجيب المؤذن بقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن، أو يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن، ثم يقول بعد هذا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعند الحيالتين يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا عند كل واحد. هذا هو المشروع. وفي حديث عمر عند مسلم: من قالها من قلبه دخل الجنة، من قال هذا الذكر من قلبه دخل الجنة. هذا فضل عظيم، ينبغي العناية بسماع الأذان. بعض الناس لا يبالي، يسمعه ولا يبالي، هذا حرمان، هذا حرمان، هذا الخير. فليفضل لك إذا سمعت أن تمسك عن الكلام وعن القراءة، وتجيب هذا المؤذن بأن تقول ما يقول، وتقول عند الشهادة: رضيت بالله ربا، مع الشهادة تشهد، فتقول مع الشهادة: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، وتقول عند الحي على: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كمل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعد ثم قال من الذي يعد، كما أرشد النبي إلى هذا عليه الصلاة والسلام. يرغب بعض الناس في إحياء سنة قراءة سورة الأعراف بصلاة المغرب أسوة بالرسول، وحتى لا تكون هناك مشقة. طيب، وفق الله جميعا.